سؤال: كيفية التخلص من الكبرياء؟ طبعا دي عايزة، أنا مألف لكم كتاب اسمه التواضع والوداعة، يا ريت تقرا فيه، هتلاقي باب طويل على الموضوع ده. لكن لو ما تخلصتش من الكبرياء ربنا هيخلصك منها بألمين نضاف ينزلوك لتحت. ولذلك تجد في سفر أشعياء النبي إصحاح 2 يقول: إن لرب الجنود يوما على كل عالي وكل متعظم وكل جبار، فيخفض تشامخ الإنسان ويسمو الرب وحده في ذلك اليوم. ثم تتكبر على إيه يا حبيبي؟ ده في قديسين كانوا بيخرجوا موت، بيقيموا موت وما كانوش بيتكبروا، وبيخرجوا شياطين وما كانوش بيتكبروا. فانت يعني اعظم من دول؟ اقرا شويه عن سير الاباء الكبار، ام تصغر امام نفسك شويه، وافتكر خطاياك ام تصغر امام نفسك شويه.